اول حاجه بغيت نشكر اللاعبين ديالي اليوم داروا ماتش كبير. لي ماتش ماشي ساهل ملي كتلعب واحد فينال على برا ضد الفرقه الكبيره اللي لعبه حتى هي فينال ديالها ضد المدرب جمهور كايره باش تجي تربح الزمالك ماشي سهله، ماشي اي فرقه اللي تقدر ديرها. ما نعرف ولا فرقه ديال المغرب دارتها في الاستوار. الصحفيين ديالنا خصهم يشوفوا هادشي اول مره نادي مغربي. ايوا دونك سان اكسبلوا بحال اللي كنقولوا بالعربيه كومون ديال الاكسبلوا. انجاز كبير. درنا الماتش اللي كنا كنسناوه، عارفين غيجيو لعندنا بريمير ميتون يبغيو يماركيو دوريا باش يديرو لنا الدوت. الدراري تقاتلو تكتيكمون، كنا واقفين واخا خليناهم شي جوج ولا ثلاثة مرات يقدروا يماركيو. بحال في هاد الماتشات خصك واحد الحارس الكبير، واليوم بيرنوتي كان في مستوى ديالو، عاوننا بزاف. ملي عندك حارس كيدير الخدمة ديالو الفرقة باغي تجيب نتيجة، وسنينا الوقت ديالنا باش نماركيو. جانا غير شي جوج ولا ثلاثة د سيتياسيون، جا البيناتي وملي كتربح من بعد انت عارف باقي نص ساعة خصك تقاتل على النتيجة ديالك. وهادشي اللي داروا الدراري، درنا لي شونجمون تما، داروا لي شونجمون داخلين أوناجين داخلين لاطاك الجزائري باش يماركيو. حق لا ديفونس اليوم داري فرحان، العمود عطات الله جبران هاك أي واحد في الفرقة اليوم، برافو عليهم. مبان لسان ماتش ريفيرونس على برا، كان عندنا الماتش ريفيرونس في الدار مع الزمالك عندنا على برا. غنشوفوا الريزولتا ديال ساكرادا واش غنرتاحوا اليوم بالليل، واش حنا ديجا مأهلين ولا لا. حضرنا اللي علينا، وبغيت نقول برافو للدراري، فريمون برافو عليهم. لا اليوم الماتش كان ماشي ساهل على المدرب، اللي كانت ساهله ليه هي قلت لهم الماتش هذا تكتيكمون خصكم تكونوا واقفين وتكونوا كونسونتري في توت لي سيتياسيون. خدمنا هاد السيمانه شنو كنا باغيين نديرو، لعبنا ب 4-2-3، كنا باغيين نمشيو نديرو كثر لي زوكازيون ما درناهم، باسكو حنا في واحد الفرقه الكبيره اللي واقفه اللي حتى هي بحال حنا في الدار كانت باغي تربح، ما خلاناتش ننتيقوا بزاف. واخا في بروميير ميتون شبرنا شويه الكره، حقا دوزيام ميتون داخلين باش يربحوا، هما ما خاسرين والو، حنا اللي كنا عارفين كان غيكون الضغط علينا. تكتيكمون هما الماتشات ديال الاو نيفو خصك تكون واقف وخصك تصبر، وعارف غيجي لهم واحده ولا جوج والحارس ديالك خصو يكون، وانت ولا جات لك واحده ولا جوج كود بياغيتي ولا شي حاجه خصك تستافد منها. هادشي اللي درنا فحال الفرق الكبارين، خصك تعرف تربح هاد الماتشات. دابيتود هما المصريين ولا التونسا كيديروا لنا هادشي. اليوم المغرب اللي دارتها في الميسار، ونتمنى نبقاو في هاد لا مونتاليتي، باسكو الا بقينا في هاد لا مونتاليتي وفي هاد العاب في الدار مع الجمهور اللي عندنا وعلى برا ولا لعبنا هيدا، غنكونوا فرقه اللي صعيبه تربح في الشامبيونز ليغ. اول حاجه حنا تفرجنا في الزمالك واحد فرقه لي انا بني كمدرب يمكن راني غلط، حق ماشي فرقه لي ملي عندها الكره تقدر دير لك الضغط، واحد فرقه لي كتخليك تثق، وملي كتقطع الكره في لي ترانزيسيون مع زيزو مع بن شرقي مع مرة جزيري. اليوم دخلت واحد اتاكون لي ثقيل عاونتنا باسكو ما كانش عندنا ليسباس. دونك لو بلان ديالنا اللي كنا كنسناو حنا هي نخليو لهم الكره، خليهم يثيقوا باش حنا نديروا اللي باغيين يديروا. مرة كمدرب ما كتجيش وكيقتلوك، كيقول لك المدرب ما قراش مزيان الماتش. بان لي اليوم قرانا مزيان الماتش، وملي رجعنا اللور علاش هي هذه الكره اللي كتلعب على برا مع فرقه كبيره كتبقى الزمالك وهما ما خاسرين والو، طالعين لاعبين اربعه مهاجمين ايه فهموها برافو ما غاديش تخرج لي على هذا الشيء وما خاسرين والو. دونك انت خاصك تشد، انت اللي رابح، شدينا هذا الشيء اللي درنا والدراري تقاتلوا في هاد الماتشات. شوف كتلعب في لي ديتاي، هما الماتشات ديال لو نيفو طرات في كاس افريقيا، الميساج ديرتو واعره في كاس افريقيا، كنتو راجعين لور كتسناو كتحطوا الصلاح ونجحتوا في الفينال، حنا درنا اليوم. الزمالك عندهم جوج فراقي، عندهم واحد جوج مجموعات، وملي كتشوف باش ما نكذبش عليك حنا اوناجم العام اللي فات في الوداد هو كومون دي لاستار هو النجم ديال الوداد، واليوم هو جالس في الزمالك. هذه كتبين لك الفرق بين الزمالك وحنا هذا العام. حنا هذا العام شهر واحد ما قدرناش نجيبوا اللعابه على الشفيفة، قطعت علينا ما جينا حتى شي لاعب. حنا عندنا 20 لاعبين كنقاتلوا على البطوله، لاعبين كل ثلاث ايام
كنلعبوا على تشامبيونز ليغ كنحطوا لو ماكسيموم على الجمهور ديالنا باسكو كيستاهل. اليوم بالنسبه لي الزمالك ملي كيدخلوا اوناجي كيدخلوا جزيري لعب كاس افريقيا هو تيتولير. نتمنى شي نهار انا كمدرب تكون عندي هذا الشيء في جالس في كومون ديال بلاص Je suis un peu plus de temps. ايوا هي هذه الكره اليوم حنا غنفكروا في الجمهور اللي كيجي يستنى اللي كان في محمديه اللي كان في بن رشيد اللي كان في الزمالك اللي جا اليوم وهادو الصراحه كيستاهلوا هذا الفوز اليوم. الدراري تقاتلوا عليهم وقلت لهم قبل الماتش قلت لهم على الجمهور اللي عندنا خصكم بعدا توريو واحد الوجه اللي كبير اللي غتقاتلوا واخا ما نلعبوش كره الكريتا تكون وتقاتلوا على نتيجه هادشي اللي كيديروا الدراري خصهم يعاونوهم باسكو هذا العام ماشي سهل الوداد الناس عارفينها حكم قتلوا حتى الدقيقه الاخيره هادشي اللي قلت وهذا الفوز على الجمهور ديالنا. شكرا. دابا سبع شهور حنا قادمين على واحد بروجي مع الدراري ما تقدرش ملي كتكون مدرب كتجي في شهر 8 وعندك غير 15 يوم ديال بريباراسيون ومن بعد كتلعب كل ثلاث ايام والدراري كيمشيو لك. واخا ما فرحانش كنت باغي نشد الكره اكثر اليوم كنت باغي تكون عندي اكثر من فوز اليوم. هاك خصك ادابت على ليفيكتيف اللي عندك ما خصكمش تنساو اللي مشى الذهبي مشى نجم مشى الكرتي مشى السعيدي ما قدرناش نجيبو بزاف اللاعبين باش يبدلوهم دوك حنا كنديرو على ليفيكتيف اللي عندنا بحق وخايدة والله ما عندي نقول على الدراري اللي بقاو اللي معايا غنقاتل معاهم باسكو كيتقاتلوا ولاد الناس ما درنا والو واخا اليوم درنا الفوز في الزمالك ما درنا والو مازال خصنا نخدمو مازال كاين خدمه كنا بغينا نلعبو بواحد الطريقه هاد العام خصنا نادابتاو على ليفيكتيف على الكره اللي نقدروا نحتوا الجمهور ديالنا واخا كيسناو اكثر من حنا هاد في الاخر انت كتعرف يشوفوا النتيجه وهذه اللي مهمه. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وضغطوا على الجرس.